السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو صفحة 12. عندنا ليكتور. أولا لي لي سيلاب، اقرأ المقاطع الصوتية. كنلاحظو بأن هادو دي كونسون، يعني حروف صامتة، نزيدو عليهم لي فويال يعني الحروف الصاحتة، ونشوفو شنو الصوت اللي غادي يعطينا. مثلا إر نزيدو عليها أو صرنا غوم، إف نزيدو عليها أ صرنا فا، في نزيدو عليها أ صرنا فا، V نزيدو عليها E عطينا V، وهكذا. R رو رو، رو رو، ر ر، ري ري، رو رو، ري ري، ر ر، رو رو. عندنا F كتزيدو عليها A كتولي فا، فا مع E كتولي فو، فو مع U كتولي فو، فو مع I كتولي في، في مع A فا، فا فو، فو فو، فو فو، فو V مع A فا، فا مع E ف، ف مع U فو، فو مع I في، في مع A فا، فا أو فو، فو ف، ف فو، فو S مع A سا، سا su su se se si si su su so so se se su su. ثانيا عندنا لي لي مو، اقرا الكلمات. ان تابي، ان تابي هو الزربيه، هو هذا هنا ضربية ولا حصيرة، بجوج كنسميو ان تابي. اون دون، اون دون هي ديك الكتبان الرملية، هي الكدية، واحد البلاصة كتكون بحال بحال التلة صغيرة ديال الرملة. ان دو، ان دو مكتقراش اس، ان دو هو الظهر، الظهر ديالنا. ان توب، ان توب هو بحال التيو، ديال بحال التيو، اما كيكون ديال الالمنيوم ولا ديال البلاستيك ولا ديال الحديد. tube بحال تيو البوط كيكون متجعد من داخل. petit، petit هو صغير. le papa، le papa هو الاب. papi، papi هو الجد. un dôme، un dôme، un dôme هو القبه، بحال ديك القبه ديال المسجد الصخره في فلسطين، القبه اللي كتكون من الفوق. le malade، le malade المريض. une date، une date تسمى. un tamis، un tamis، tamis هو الغربال اللي كيغربلو به الطحين ولا هادي. une tomate، une tomate هي مطيشه. la dame، la dame هي السيده، شي مرا كنقولو سي une dame. une patate، une patate هي بطاطا. la nappe، la nappe، la nappe هي ديك الغطا ديال أبلا، كتكون إما ديال البلاستيك ولا ديال إما دميكا ولا ديال التوب ولا ديال الطار. ندوزو ثالثا ورابعا، نشوفو الأسئلة اللي تما. ثالثا قالك لي لو تيكست، اقرأ النص، يعني هاد النص هذا الصغير نقراوه، بوي من بعد غيبون أو كيستيون، نجاوبو على هاد الأسئلة اللي عندنا هنا انطلاقا من داكشي اللي فهمنا من النص. نقراو النص نحاولو نفهمو. قالك سي سامدي، إنه السبت. سي سامدي. أمينة، أمينة يعني va، le verbe aller، مشات va chez sa copine، مشات عند صاحبتها، sa copine صاحبتها. elle هي، elle mi هي لبست، la mi verbe mettre، sa jolie jupe يعني جيبه ديالها زوينه، جيبه هي هذه la jupe، سايا لبست سايا زوينه ديالها. elle va مشات avec مع sa maman، مع أمها، sa maman.
غنشوفوا رابعا هذوك نشوفوا الاجوبه اللي كتناسب النص. قالك امينه وجبه على ليكول، نو، غنكوشيو اللي صحيحه فيها. امينه فا شي سا كوبين، وي امينه غاده عند صاحبتها، صحيح. هنا امينه ا اون جولي جوب، امينه عندها صايا زوينه، نعم عندها صايا زوينه. Amina va avec son papa, non, il va avec sa maman. Amina va avec sa maman, juste, c'est vrai. Elle va avec sa maman, مشات مع امها. واضح؟ دابا ندوزو للسؤال الخامس. قالك سوليني لا فراز كي كوريسبون او ديسان. نسطرو على الجمله اللي كتناسب هاد الرسم. قالك امينه va à l'école، لا. امينه va chez sa copine، يس صحيح. امينه a une jolie jupe، امينه عندها صايا زوينه، هي اللي مناسبه وهي اللي غنسطرو عليها، لانك دابا في الصوره كتبان لنا عندها صايا زوينه. ندوزو للسؤال رقم 6. قالك اكري، شنو غنكتبو؟ حنا نشوفو دابا شنو طلب منا نكتبو. قالك اكري، كتبنا هاد لا جي بو، نحاولو نكتبو هما ديالك النقطه، تكتب في النقطه، من الاحسن بعد النقطه باش ما تجيك الكتابه مخالقه. ها انت تشوف ديما شحال كطلع. دابا انا كنبداو من هنا وكنطلعو حتى الراس وعاد كنهبطو. نتسنى شو غنطبقها، وعاد كنهبطو، من كنهبطو تاني كنجيو هنا كيما هنا عندنا، وكنديرو هاد الا هادي، وكنديرها الشنطة من هنا كيما كتشوفو، شتو؟ نحاول نطبق كيما عندي تما. هنا جي كندور الدورة غير في الشنطة الأولى، ياك، وكنهبط جوج شنطات، جوج شنطات، وندور. ندور وندير النقطة الفوق هنا، هنا بو، تاني كنهبط شحال، جوج شرطات في الدفتر ديالك، هادشي راه كاين في الدفتر ديالك، هما علاش كيشرطو لك هاد الكتاب؟ باش كتحاول تطبق داكشي كيما هو. ممكن دير أغلاط بحال دابا هادي، هي غادا نيشان طلعتها الفوق، ممكن دير أغلاط، ولكن ديما نتا لا دربت يدك ما عتبقاش تغلط. ندوزو للسؤال رقم 7. قالك ركوبي، نقول شحال تنقل هذه الجملة؟ وكوبي لا فراز، ونقول هذه الجملة. أمينة ماجيسكيل كطلع تال تالتة لخرا، كنديرو هكا، هاد أم هادي كتكا غير في السطر الأول، إي نقطة، أمينة مالها أ عندها أون، سي كنحاول نطبقها كيما هي بالضبط، جو لي روب، روب، واضح. كندير النقطة ديالي، وهذه راها الصفحة 12 بطبيعة الحال، كملناها انتهى.